الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: اتفقت مع معلمة أن تعطيني دروسا لمدة يومين، وفي اليوم الأول انتهينا منه، وقالت سوف آتيك في اليوم الثاني، وبعد أن جاء اليوم الثاني قلت لا لا تأتي إلي، وسوف أقوم بإعطائك حسابك لليوم الأول فقط، ثم تعذر الاتصال بيني وبينها بسبب تشابه الأسماء، فهل تبرأ الذمة أم ماذا أفعل لأوصل لها مبلغها؟ الحمد لله رب العالمين. لا بد من البحث عن هذه الأستاذة أو السؤال عنها والاستدلال عليها عند من يعرفها، فإنها لا تكاد تخفى. اسألي عنها بعض الطالبات اللاتي معك، واسألي عنها بعض الجيران، واسألي عنها من دلك عليها، فإن معرفة عين هذه الأستاذة في هذه الظروف المذكورة في السؤال ليس بالأمر العسير إن شاء الله تعالى، فهذا حقها، فلا بد أن تسلمي لها حقها كاملا، أقصد حق تدريس اليوم الأول فقط، وأما اليوم الثاني فلا يجب عليك شيء فيه لأنها لم تتولى تدريسك فيه، فهذا اليوم لا يزال حسابه في ذمتك حتى تسلمي لها هذا المال، سواء أكان عن طريق تحويل التحويل على حسابها في البنك إذا أمكن ذلك، أو عن طريق الاستدلال عليها بالسؤال والتقصي. فإذا وجدتها فسلمي لها الحق كاملا، وإذا طالت بكم المدة وأنتم تبحثون عنها ولم تجدوا لها أثرا ولم تسمعوا عنها خبرا وانقطعت أخبارها عنكم ولم تجدوا طريقا لوجودها والوصول إليها، ففي هذه الحالة تنزل منزلة المعدوم ويتصدق بهذا المال بالنية عنها، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن صاحب المال، أو قالوا صاحب الحق، أن صاحب الحق إذا جهل نزل منزلة المعدوم، ولكن لا أظن أننا نحتاج إلى الحالة الثانية إلا إذا عجزنا عن الحالة الأولى، فلا بد أيها السائلة الكريمة أن تبحثي وأن تسألي الطالبات عنها، فلربما تعرفها بعض الطالبات، فإذا انقطع وجه السؤال وانقطعت الأخبار فلم تستطيعوا أن تجدوا لها طريقا يوصلكم إليها، ففي هذه الحالة أخرجوا هذا المال صدقة بالنية عنها وتبرأ ذمتكم حينئذ. لكن لو سألنا سائل وقال: ما الحكم لو تصدقنا بهذا المال عنها بالنية ثم وجدناها فيما بعد في يوم من الأيام؟ فأقول: في هذه الحالة تخبرونها بما فعلتم، فإن أجازته فالحمد لله، وإن لم تجزه وطالبت بحقها فلا بد من تسليم الحق لها، ويكون أجر الصدقة السابقة عنكم وليس عنها، والله أعلم.